المهرجان هذه السنة يحتفي بالعقد الأول مرور 10 سنوات على المهرجان، تعني النضال والاجتهاد في من أجل أن نجعل من مدينة طنجة عاصمة للشعر والشعراء. البرنامج ديال العقد الأول للمهرجان اللي كتمتد الفترة ديالو ما بين 4 نوفمبر وإلى غاية 20 منه، اللي توزعت على واحد العديد من المؤسسات والفضاءات التاريخية والأماكن العمومية بما فيهم المؤسسات التعليمية والمؤسسات السجنية، إضافة للمسرح البلدي محمد الحداد اللي غادي يحتضن السهرة ديال الذكرى ديال المسيرة الخضراء. المهرجان هذه السنة سيحاول أن يعطي الصورة المثالية لمدينة طنجة من شقها الشعري والأدبي. أحزاني وذاكرتي الورق أطوي سؤالاتي وأدنى أمشي لوينا نحو أقداري التي عبثت بها بحماقة ريح اليوم. هذه الملامح لا تليق بي وهذا القلم لا يشبهني، حروف الفرح أكبر مني أعمق من ألمي أهضم من وجعي. سعيدة جدا بالمشاركة في افتتاح فعاليات مهرجان دولي ومهرجان دولي للشعر بطنجة، سعيدة لأن هذا المهرجان وصل إلى عقده الأول. أهنئ إدارة المهرجان على العمل الجاد والدؤوب وعلى اختيارها لكل الأصوات المميزة طيلة دورات المهرجان. طنجة جميلة بثقافتها بتاريخها بعراقتها وبشاعريتها أيضا. طنجة تستحق أن يقام فيها هذا المهرجان، تستحق أن تستقطب هذه الأصوات. وجه دعوة لكل عاشقي الشعر، لكل متذوقي الشعر أن يأتوا ويحضروا ضمن فعاليات هذه المهرجان ويستمتعوا بالأصوات الجميلة العالمية التي تستقطبها هذه الدورة. يوم سقى روحي الندى، يوم ازرقوا بطول الارض في عقول الحب الممتدة، نشيد المدينة السمراء عندما نتبع جندي بطول الارض وزهقت في شعر الحب. أتمنى لهذا الملتقى الشعري المزيد من التطوع والازدهار ورقي، خاصة أنه كيهتم بواحد الفن اللي هو عنده واحد صدى كبير في النفوس ديال الناس وعنده واحد يعطي واحد الإشعاع للبلد. كنتمنى أنه جميع المدن المغربية تهتم بالفن ديال الشعر وتهتم وتحتضن الشاعر، لأن الشاعر هو ذلك الكائن الثائر على محيطه وعلى البيئة دياله، ولكنه ينتج لنا شعرا يجمل هذا الواقع من خلال الفن دياله. لذلك وجب على الجميع تقدير هذا الشاعر واحتضانه والتشجيع دياله من خلال الملتقيات بحال مهرجان طنجة للشعر. وشكرا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.